أساس رويال أنالايزر برو 6000. الإعدادات العامة من شاشة الجهاز الرئيسية. شغل الجهاز. اختر شاشة الإعدادات باستخدام أزرار التنقل نحو اليمين. اضغط زر الإدخال. تظهر لك واجهة إعدادات الجهاز. الواجهة الأولى هي اللغة، ومن خلالها يمكنك اختيار واحدة من اللغات العشرة التي يوفرها لك هذا الجهاز. الواجهة الثانية لتعديل الوقت والتاريخ. الواجهة الثالثة هي لتعديل درجة سطوع شاشة الجهاز. الواجهة الرابعة هي لتعديل مستوى الصوت الصادر عن الجهاز. الواجهة الخامسة لتحويل الصوت الصادر عن الجهاز ليتم استقباله في سماعات الرأس اللاسلكية المزود بها. الواجهة السادسة، هنا يتم ضبط الجهاز لإعدادات المصنع. يمكنك تخزين جميع عمليات المسح على الحاسوب اللوحي قبل اتخاذ إجراءات عملية ضبط الجهاز لإعدادات المصنع. عند الانتهاء من عملية إعادة ضبط المصنع، ستظهر لك أيقونة الطاقة. عند ظهورها، أطفئ الجهاز من زر التشغيل والإيقاف بالمقبض وأعد تشغيله مرة أخرى، وبهذه العملية تكون قد انتهيت من عملية ضبط المصنع. تنبيهات قبل البدء بعملية المسح. أولاً، يجب إزالة القلائد أو الأساور أو الساعات اليدوية وغيرها، والاحتفاظ بهذه الإكسسوارات خارج منطقة المسح. ثانياً، ابدأ عملية المسح من جهة الشمال إلى الجنوب، وذلك للحصول على نتائج أكثر دقة. ثالثاً، يجب الابتعاد عن المنشآت الصناعية وخطوط الجهد العالي والمعدات الكهرومغناطيسية. رابعاً، حدد نوع تربة المنطقة المتواجد فيها قبل بدء عملية المسح. خامساً، عند التحرك فوق منطقة المسح، حافظ على مسافة 10 سنتيمتر تقريباً بين مستشعري المسح وسطح الأرض، وأن يشكل مستشعر المسح زاوية رأسية قائمة مع سطح الأرض، وتحرك بشكل متوازن وبدون أي اهتزاز للجهاز. سادساً، المحافظة على اتجاه الجهاز بغض النظر عن وضع مسار المسح وبشكل دائم. وفي كلا النظامين، نظام المسح المباشر والمسح التصويري ثلاثي الأبعاد، وعدم الالتفات وتغيير الاتجاه مهما كان نمط المسح متوازياً أو متعرجاً. سابعاً، عند القيام بالمسح، احرص على أن تكون خطواتك تتناسب مع سرعة انتقال خطوة الجهاز، وبمقدار 30 سنتيمتر تقريباً، والانتقال بخطوة جانبية يميناً أو يساراً وبمقدار 60 سنتيمتر تقريباً. طريقة الاستخدام. أولاً، المسح الأرضي التلقائي من خلال شاشة الجهاز. قم بتدوير قبضة الجهاز للأعلى. افتح مستشعري المسح بزاوية قائمة مع الأرض للحصول على مسح منطقة أكبر وبنتائج أدق. حدد جهة الشمال واجعلها خلف ظهرك. اضغط زر التشغيل والإيقاف أسفل المقبض لتشغيل الجهاز. اختر المسح الأرضي من شاشة الجهاز عن طريق أزرار التنقل. اختر شاشة الجهاز. انتقل لوضع المسح واختر تلقائي. اختر نمط المسح متعرج. اختر نقطة البداية من اليسار. اختر عدد أعمدة منطقة المسح 3. اختر عدد صفوف منطقة المسح 3. انتقل لأيقونة البداية. هذه الشاشة سوف تظهر لك معايير المسح التي قمت بتحديدها. اضغط زر الإدخال لبدء المسح. تحرك للأمام بخطوات مقدارها 30 سنتيمتر تقريباً حسب عدد الصفوف التي حددتها. سيعطيك الجهاز رسالة: اكتمل هذا العمود، استعد للانتقال للعمود التالي. انتقل بخط موازٍ للصف الذي مسحته بمقدار 60 سنتيمتر تقريباً جهة اليمين. اضغط زر الإدخال للموافقة. تحرك للخلف بخطوات حسب عدد الصفوف. سيعطيك الجهاز رسالة: اكتمل هذا العمود، استعد للانتقال للعمود التالي. انتقل بخط موازٍ للصف الذي مسحته سابقاً. اضغط زر الإدخال للموافقة. تحرك للأمام مع الجهاز بخطوات حسب عدد الصفوف. عند الانتهاء من مسح جميع الأعمدة، سيعطيك الجهاز رسالة: تم الانتهاء من المسح، ما هو الإجراء الذي تريد اتخاذه؟ اختر أيقونة حفظ لتحفظ النتيجة التي حصلت عليها بعد عملية المسح. سيتم تخزين نتائج المسح بشكل تسلسلي بالأرقام. مرتبة من الأحدث إلى الأقدم، وستظهر لك شاشة تحتوي جميع عمليات المسح السابقة بتفاصيلها، التاريخ والوقت، بالإضافة لعدد الأعمدة والصفوف التي تمت بها عملية المسح. من هذه الصفحة يمكنك إرسال النتيجة المطلوبة للجهاز اللوحي من أجل استعراض النتيجة بدقة أعلى. اضغط أيقونة الإرسال للجهاز اللوحي. ثانياً، نظام المسح الأرضي التلقائي من خلال شاشة الحاسوب اللوحي. اضغط زر تشغيل الحاسوب اللوحي. من القائمة الرئيسية، تأكد بأن الحاسوب اللوحي متصل مع الجهاز من خلال ظهور أيقونة الاتصال باللون الأخضر. من القائمة اليسارية، اضغط الأيقونة الثانية بطريقة اللمس اليدوي. ستظهر لك قائمة الاختيار لنظام التصوير الأرضي ثلاثي الأبعاد. من أيقونة وضع المسح، اختر تلقائي. من أيقونة نقطة البداية، اختر اليسار. من أيقونة نمط المسح، اختر متعرج. من أيقونة عدد الأعمدة، اختر 3 أعمدة. من أيقونة عدد الصفوف، اختر 3 صفوف، ثم اضغط أيقونة التالي. عند الضغط على أيقونة التالي في الواجهة، ستظهر لك شاشة تحتوي على معايير المسح التي قمت باختيارها. اضغط أيقونة ابدأ المسح. ستظهر واجهة المسح على شاشة الجهاز، تحتوي شبكة فيها 3 أعمدة و3 صفوف، وعملية المسح ستبدأ من اليسار. اضغط زر البدء أسفل المقبض لتبدأ العملية. تحرك مع المربع أثناء انتقاله من خانة لأخرى، وعند الانتهاء من 3 صفوف سيتوقف. انتقل بشكل جانبي بالجهاز جهة اليمين بمقدار 60 سنتيمتر تقريباً، ثم اضغط زر البدء. تحرك للخلف مع المربع بشكل موازٍ للعمود السابق لحين توقف المسح. كرر هذه الخطوات مع باقي الأعمدة الباقية. عند الانتهاء ستظهر لك نتيجة المسح بشاشة منفصلة تطلب منك حفظ النتيجة. احفظ الصورة بالضغط على أيقونة حفظ. ستظهر لك شاشة تعطيك خيار تسمية الملف بالطريقة المناسبة لك. عند الانتهاء من تسمية الملف، سوف تظهر لك قائمة المحفوظات السابقة والحالية للعودة إليها مستقبلاً عند الضرورة. يمكنك عرض النتيجة التي حصلت عليها من خلال الضغط على الصورة نفسها. لتظهر لك شاشة تعرض صورة المسح من الجهة العلوية، يمكنك تحريك صورة نتيجة المسح يدوياً على الشاشة مباشرة لمشاهدتها من جميع الاتجاهات ومعرفة شكل الهدف بصورة ثلاثية الأبعاد، كما يمكنك تكبير وتصغير صورة الهدف. يمكنك تحديد نوع التربة في الصورة. لتستعرض أنواع التربة على الأيقونة الثانية أعلى الشاشة، يجب أن يكون لديك معرفة مسبقة ما هي نوعية التربة التي قمت بمسحها، وعلى هذا الأساس يمكنك اختيار نوع التربة التي قمت بمسحها. اختر تربة منخفضة المعادن. ستظهر لك قيمة أعماق التربة بعدة مربعات في الشبكة. اختر الأيقونة الثالثة من الأعلى لإظهار نتائج قوة الإشارة الملتقطة في كل المربعات. ستظهر لك أرقام متفرقة في كل مربع من الشبكة، فكلما زادت قيمة الرقم كان المعدن الملتقط ثميناً، وكلما قل أصبح المعدن أقل قيمة. الأيقونة الرابعة، وهي لعرض الأعماق لمناطق الشبكة. الأيقونة الخامسة، وهي لفصل الألوان عن بعضها البعض، حيث يمكنك فصل مربعات المعادن عن الفراغات والتربة. الأيقونة السادسة، وهي لإعدادات الشبكة وإمكانية تغيير الألوان لأنواع التربة الظاهرة على الشبكة. ثالثاً، المسح المباشر من خلال شاشة الجهاز. اختر المسح المباشر من شاشة الجهاز عن طريق أزرار التنقل اليدوي. اضغط زر الإدخال. يبدأ الجهاز بإصدار الصوت. انتظر 10 ثوانٍ. اضغط زر الإدخال مرة أخرى ليقوم الجهاز بالمعايرة الذاتية. بعدها يتوقف الصوت ويتغير لون الشاشة إلى اللون الأخضر. ابدأ بالتحرك بخطوات إلى الأمام من جهة الشمال إلى الجنوب بمقدار 30 سنتيمتر تقريباً للخطوة الواحدة، بحيث تكون المسافة بين مستشعري المسح والأرض 10 سنتيمتر تقريباً. عند الاقتراب من الأهداف المعدنية سيظهر اللون الأحمر، وعند وجود الفراغ يظهر اللون الأزرق مع ازدياد أو انخفاض حدة الصوت الصادر عن الجهاز حسب قربه وابتعاده عن الهدف. رابعاً، المسح المباشر من خلال شاشة الحاسوب اللوحي. من خلال شاشة الحاسوب اللوحي توجه للقائمة اليسارية لتختار الأيقونة الثالثة بطريقة اللمس اليدوي. تظهر لك شاشة البحث المباشر. اختر أيقونة ابدأ البحث المباشر. تظهر لك شاشة خضراء وعليها أيقونة معايرة. حدد جهة الشمال واجعلها خلف ظهرك. اضغط معايرة من شاشة الحاسوب اللوحي كما في المسح المباشر عن طريق شاشة الجهاز، ثم قم بعملية مسح المكان.